واليقين أعلى درجات الإيمان بالله رب العالمين. فأسعد الناس في هذه الدنيا وأسعد الناس في الآخرة من كمل يقينه بالله عز وجل. وهذا اليقين يذوق الإنسان به حلاوة الإيمان ولذة العبودية للرحمن. وما سكن اليقين قلب عبد إلا فتحت في وجهه أبواب السعادة في الدنيا والآخرة. هذا اليقين الذي خلق الله من أجله السماوات والأرض، وما من آية في هذا الكون زمانية أو مكانية، ليلية أو نهارية، حاضرة أو غائبة، إلا وهي تدل على اليقين بالله عز وجل. طلب هذا اليقين أنبياء الله وأولياؤه والعلماء والحكماء، حتى قال نبي الله الخليل: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. أريد درجة أعلى وأكمل، إنه عنده اليقين، ولكن يقين الرؤية مع يقين المعرفة أكمل وأعظم، وما كان في نقص صلوات الله وسلامه عليه. اليقين هو المعرفة التامة بالله رب العالمين، وما من صفة من صفات الله عز وجل إلا وهو يوقن بها دون أي شك أو مرية. وإذا كان في نعمة اعتقد الفضل لله على أتم ما يكون الاعتقاد، وإذا كان في نقمة قوي يقينه بالله جل جلاله أنه سيجعل له من أطباق السماوات والأرض فرجا ومخرجا. وقد يرى الموت أمام عينيه، ولكنه بيقينه بالله جل جلاله لا يمكن أن يتزعزع إيمانه، ولا أن يضعف يقينه، ولا أن يضعف تعلقه بالله جل جلاله. نعم، إنه اليقين الذي جعل الله به النار بردا وسلاما على إبراهيم. ألقي في النار فجاءه جبريل وقال: يا إبراهيم هل لك من حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. فما انتهى منها حتى قال الله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إنه اليقين الذي وقف به موسى عليه السلام أمام البحر تتلاطم أمواج والعدو من وراء ظهره، فالموت أمامه والموت من ورائه، والخوف والقلق مع أصحابه في أصحابه، وهو خوف السجية والطبيعة والجبلة. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. انظر، إنا للتوكيد، اللام مدركون التعبير بالإدراك. قال: كلا كلا، إن معي ربي سيهدين. إن معي ربي، انظر أصحاب موسى قالوا إنا لمدركون، فقال موسى عليه السلام: إن معي، ما قال معنا. اليقين أعطاه الله جل وجلاله لهذا النبي كليمه وحبيبه، فما كان إلا أن قال الله: فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فأوحينا، الفاء في لغة العرب تدل على العطف، على التعقيب المباشر، حتى كان بعض أئمتنا ومشائخنا رحمة الله عليهم يقول: والله ما انتهى موسى من قوله معي ربي سيهدين، ما انتهى من نون سيهدين حتى جاءه الوحي: اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فأصبح الجبل كالطود كالجبل، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، لأن الله قال للبحر أن ييبس فيبس، وقال للأمواج أن تقف وقفت، وقال سبحانه وتعالى وحكم ولم يرد قوله وحكمه سبحانه وتعالى. اليقين قوة الإيمان بالله جل جلاله. هذا اليقين الذي ترى صاحبه قالبه في الأرض وقلبه في السماء، تخاف الناس وهو لا يعرف الخوف، آمن بأمان الله جل جلاله، إذ يقول لصاحبه:
لا تحزن إن الله معنا. وانظر هناك أصحاب موسى إن معي ربي، لكن هنا أبو بكر رضي الله عنه قال الله تعالى حكاية عن نبيه لا تحزن إن الله معنا، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله معي، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان على يقين بالله جل جلاله حينما ترك ماله وأهله وولده مهاجرا لله جل جلاله، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. أبو بكر رضي الله عنه من أبو بكر في إيمانه ويقينه وعبوديته لله ربه، من هو أبو بكر الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ من هو أبو بكر رضي الله عنه صديق الأمة الذي حمل بعد النبي الغمة، أصابه الكرب لهذه الأمة وفضله الله وشرفه وقدمه على غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسدت الخوخات إلا خوخته، وكان له من الفضائل والمناقب ما لم يكن لغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل الأمة بما في قلبه من اليقين بالله جل جلاله، وإذا كمل يقين العبد ظهرت آثار هذا الكمال أول ما تظهر في توحيده وإخلاصه لله جل جلاله، فتجده أصدق الناس عبودية وتوحيدا وإخلاصا لله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يلتفت لأي شيء سوى الله جل جلاله. إن نزلت به المصائب لم يلتفت لا للمشعوذين ولا للمنجمين ولا للمرجمين ولا للكهنة ولا للعرافين، ولكن تعلق بالله رب العالمين، وجد أن الله غنى عما سواه. إنه اليقين الذي يجعله لله عبدا لله لا لأي شيء سواه. وإن أصابته النعمة وجدته من أصدق الناس شكرا لله وذكرا لله وخوفا من نقمة الله في نعمة الله. كل هذا لا يمكن أن يكون إلا إذا عرف الإنسان ربه، عرفه بأسمائه وصفاته ودلائل وحدانيته وشواهد عظمته وربوبيته في سماواته وأرضه. كل ما في هذا الكون يقودك إلى اليقين، كل لحظة من عمرك تطرقك وتطرق فؤادك، هل ازداد إيمانك بالله جل جلاله؟ نعم، عجب الله أن الناس تجدهم يعظمون الدنيا ويعظمون وسائلها ويعظمون ما فيها من الأمور الحسية المادية الظاهرة، ولكن قل أن يعظموا رب العالمين وإله الأولين والآخرين.